تصدح الموسيقى في أرجاء هذه الحظيرة. هنا يقيم 40 حمارا مسجلون بشكل رسمي في قوائم موظفي بلدية ماردين. تحظى الحمير برعاية صحية ونفسية، فالموسيقى تساعدهم على الاسترخاء في فترات الراحة. الموسيقى الكلاسيكية هامة جدا للحمير للتخلص من التعب والإرهاق. الأزقة والشوارع الضيقة التي تشتهر بها المدينة دفع ببلديتها الاعتماد على الحمير في جمع القمامة وإيصال الأحمال الثقيلة إلى المنازل. لكل حمار اسم يحمله. هذا باجو يستعد للذهاب إلى العمل بعد أن انتهى من تناول وجبة الفطور. شوارع ماردين ضيقة جدا، لذلك نعتمد على هذه الحمير في نقل الأحمال، والحمير تصل إلى أماكن تعجز عن دخولها السيارات والعربات. نعتني بها مثل اعتنائنا بأولادنا، فهي مصدر رزقنا هنا. الشروط تبدو جيدة. 8 ساعات فقط يقضيها الحمير في العمل، يتخللها ساعتان من الراحة ويومان كعطلة أسبوعية. يتمتعون بضمان صحي في حال تعرضهم لأي حوادث أثناء تأديتهم الوظيفة. بعد انتهاء سنوات خدمة هذه الحمير يتم إحالتهم إلى التقاعد. يصاحب ذلك مراسم وطقوس احتفالية عرفانا بالجميل الذي قدموه لهذه المدينة. هذا اليوم ليس كسائر الأيام بالنسبة لكبير الحمير تشيكو. 8 سنوات قضاها في الخدمة، وقد حان وقت الراحة والتقاعد. تقام حفلة على شرف هذه المناسبة، ويقدم للحمير المتقاعدة ألذ الأطعمة وأطيبها إليهم. حقوق الحمير هنا مصانة بعد سن التقاعد، فلا خوف من العازة والفقر في مرحلة الشيخوخة. تقوم البلدية بنقلهم إلى مراكز إيواء خاصة بهم أو إلى حدائق للحيوانات، حيث يتمتعون بفترة نقاهة تشمل الرعاية والطعام والشراب مدى الحياة. عدنان جان، التلفزيون العربي، من مدينة ماردين جنوب شرقي تركيا.